غالبا بيكون شكل المكتب بتاعي وانا شغال، الماركرز بتكون متلخبطة على المكتب وفي نفس الوقت محطوطة بطريقة فوضوية، فاحنا قلنا ان احنا نحط حل بسيط للمشكلة دي. عشان نظبط اي مشروع كوباية النسكافيه بتاعتنا ونبدأ على طول. اول حاجة عملناها صممنا شكل باكج للماركرز بحيث ان هي تكون موجودة بيها على برنامج راينو 7 بحيث ان هي تكون مناسبة، وفي نفس الوقت خلصنا الافراد بتاعها عشان نبدأ ان احنا نقطعه على ليزر. بعد ما خلصت التصميم اتوجهت لورشة الليزر عشان نبدأ ان احنا ننفذ الديزاين بتاعنا. بعد ما استلمنا الاجزاء بتاعتنا ضروري جدا ان احنا ننظفها بشكل بسيط باي قماش مع جزء صغير من المية بحيث ان هو الاطراف بتاعت الحرق ما تكونش موجودة، وفي نفس الوقت ما تبهدلاش ايدينا واحنا شغالين بنجمع البروجكت. ده الافراد بتاعنا، وهنبدأ ان احنا نجمع البروجكت بتاعنا. طبعا التعشيقات هتفيدنا كتير جدا في التجميع بسهولة، وهنبدأ ان احنا نستخدم امير او اي نوع من انواع الصمغ في التعشيقات، وبعد كده هيبدأ يكون مناسب معانا. نبدأ ان احنا نحط الماركرز بتوعنا ونقسمهم حسب الانواع او الالوان نفسها او الكاتيجوريز او البراندز نفسها، ممكن نقسم اكتر من تقسيمة بحيث ان هي تكون منظمة وموجودة قدامنا على المكتب. في النهاية لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وشير للبروجكت مع صحابكم.